لليوم وبفضل اتحاد الرياضة للجميع المنازل تحتوي أو تتحول إلى أندية صغيرة. تحت شعار بيتك ناديك أطلق الاتحاد السعودي للرياضة للجميع فكرة مميزة من خلال حملة رقمية تشجع أفراد المجتمع على التفاعل مع الرياضة خلال تواجدهم في المنازل. الحملة وجدت تفاعل واسع من خلال مشاركة أفراد المجتمع في نشر فيديوهات وهم يؤدون التمارين الرياضية. فكرة هذه الحملة وتفاصيلها في هذه المداخلة الهاتفية مع أستاذ أسامة نواصر مدير إدارة التسويق والاتصال بالاتحاد السعودي للرياضة للجميع. مساء الخير أستاذ أسامة، ويريت في البداية نأخذ صورة أكبر عن هذا الاتحاد السعودي للرياضة للجميع. أهلا وسهلا، مساء الخير. أولا شكرا لكم على استضافتي للحديث عن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع. بالعكس، وجبنا. وأشكركم في قناة روتانا وسعيد بالتواجد معكم. ونحن أسعد أستاذ. للحديث بس عن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، الاتحاد فعليا يعمل ضمن منظومة وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية طبعا لتحقيق وهدف أو مستهدفات ومبادرات لبرنامج جودة الحياة ضمن رؤية المملكة لعام 2030. تحديدا هذه المبادرات هي مجتمع نشط، أماكن نشطة، والمبادرات الخاصة بالمقيمين داخل المملكة العربية السعودية. أحد أهم الأهداف اللي نعمل عليها في الاتحاد هو زيادة نسبة ممارسية الأنشطة الرياضية والبدنية إلى 40% من نسبة السكان، وذلك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. طبعا جميل. رؤيتنا هي يعني تمكين ودفع مشاركة جميع أفراد المجتمع بشكل منتظم في ممارسة النشاط الرياضي والبدني. طيب، حملة بيتك ناديك، نبغى نعرف إيش فكرة هذه الحملة وكيف كانت النتائج من ما بديته إلى الآن، يعني تقريبا شهر للآن. والله حقيقة فكرة إطلاق حملة بيتك ناديك أتت بدعم مباشر ومتواصل من رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال، من أجل تشجيع جميع أفراد المجتمع إلى ممارسة الرياضة في المنزل دون الحاجة إلى أي معدات رياضية. طبعا بداية جميع أفراد المجتمع هم شركاء النجاح في هذه الحملة، حيث كانت حملة ناجحة فعليا ولا زالت مستمرة بالنجاح بإذن الله. وصل التفاعل فيها إلى 3.8 مليون مشاركة خلال أسبوعين فقط، وقام 1500 شخص بمشاركة مقاطع فيديو وصور خاصة بهم يعني متنوع من أنشطتهم الرياضية. طبعا الحملة ركزت بشكل رئيسي على نشر الوعي ورسائل تحفيزية، إطلاق قسم خاص مسمى بالحياة الصحية يحتوي على أكثر من 25 مقال بكل اللغتين، 5 مدربين محترفين لنشر المحتوى الرياضي من فيديوهات وصور مباشرة عبر حسابات الاتحاد في شبكات التواصل الاجتماعي. جميل جدا. طب أستاذ أسامة، هل من نصائح أو خيارات نقدر نقولها للسادة المشاهدين للمشاركة في هذه الحملة؟ حقيقة الجميع من السادة والسيدات وأفراد المجتمع المشاهدين يمكنهم ممارسة الرياضة والنشاط البدني بشكل مستمر في منازلهم، الاهتمام بالتغذية من أجل أن يكونوا بصحة ونشاط. تابعوا حساب اتحاد الرياضة للجميع عبر منصات التواصل الاجتماعي للاستزادة ببعض المعلومات. ختاما نشكر يعني باسم فريق العمل في اتحاد الرياضة للجميع كل من دعم وشارك في حملة بيتك ناديك، ويعني أسأل الله أن يديم علينا الأمن والأمان بإذن الله. آمين يا رب، وأكيد شكر موصول لكم أستاذ أسامة النواصر. يعني فعلا مبادرة جميلة جدا للتوعية بالرياضة في خصوصا في هذه الفترة، الرياضة من ناحية أخرى بتقوي المناعة وأيضا بتبعد الاكتئاب والملل اللي ممكن يعيشوه البعض في الحجر المنزلي. كل اللي عليهم يعني بصورة بسيطة أو سهلة أن يصوروا تمارينهم في البيت ويرفقوا هذا الفيديو للمشاركة في هذه الحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. طب هل بتجيكم أي استفسارات أو أسئلة عبر مواقعكم؟
بالتأكيد يعني تكون لنا استفسارات، الجميع يطمح إلى أنه يستزيد من ناحية المعلومات، من ناحية التمارين الرياضية، وهذا سبب يعني كافي إلى أنه الاتحاد وفريق العمل عمل على يعني إطلاق جزء خاص أو قسم خاص في الموقع الإلكتروني الخاص بالاتحاد، قسم يسمى بالحياة الصحية، يحتوي على أكثر من 25 مقال، نتحدث عن تقريبا يعني 54 تقريبا إلى 53 مقال بكل اللغتين العربية والإنجليزية لنشر هذا المحتوى، كيفية النوم المريح والنوم السليم، جميع المحتويات فيما يخص التغذية، الاطلاع على أبرز التطبيقات الإلكترونية برضو، يعني مختلف الرسائل التوعوية والرسائل التحفيزية للتغلب على الفترة الحالية لجميع أفراد المجتمع. جميل جدا، يعطيكم ألف عافية فعلا على هذه المبادرة، وشكرا لمجهوداتكم في الترفيه والتوعية للمجتمع. شكرا لك أستاذ أسامة النواصر، مدير إدارة التسويق والتواصل بالاتحاد السعودي للرياضة للجميع. وأكيد مشاهدينا مكملين معاكم في آخر فاصل حلقة اليوم، وأرجع لكم، انتظرونا.